لله يكون كيف كان فرنسا كيف اللي انت صلي اسبوع يمكن مش منزل اسف بس شويه اضطرار في ايه صار اليوم راح اعمل اول شيء ايش راح اعمل اليوم اول شيء راح نعمل انه في رولز بالبيت الناس بكرهوها فانا راح افرجيكم تنين منهم ف يلا راح يكون هلا في اول شيء ورا الكاميرا مساعدنا اللي بيصور هيا شكرا كثير وهي هناك خنفرت يو 1 2 3 اعملوا له سبسكرايب لو سمحتوا فيلا شباب يلا نبلش كربكو اول وحده ايش ده مين يا الله مشكلة بالفنانة خلاص يلا نشوف اهلا هلا ما دخلت شو مفاجأة تفضل يلا بس راح تشلح بوتك يعني بس عشان اللي عارف نظافة البيت وهيك ما بدك؟ عاد نظافة البيت ان شاء الله يكون وسخ شيء بس السلام على بطيخ المقطع الثاني ارفع اصبعك شو يا زلمة كيفك يا زلمة زمان عنا والله انا كمان زمان والله انا كثير اشتقت لك انت وين كنت مسافر انا والله كنت بانطاليا انطاليا حلوه طب كيفك انت انا والله ممتاز انا كمان الحمد لله اخ والله انا كثير عطشان انت كمان عطشان والله تبعك يزن انا مستغرب منك يعني انت المفروض كنت بالطالي انا لما كنت بامريكا انه كل ياتهم كانوا رفعين هذا الاصبع انت ليش ما رفعته غريب كتير انت ببيع شاي كاسة شاي شايف لي اي مشانك اي انبسطت بدي امسك يلا باي حبيبي باي سي يو ليتر كتير مهدوم يلا شباب ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو ثمز اب سبسكرايب وما تنسوا شكرا كثير للمصور وشكرا كثير واعمل سبسكرايب وشكرا لخنفرت يو 1 2 3 على التمثيل الرائع وما تنسوا شباب ثمز اب سبسكرايب ورول اوت باي.